صباح الخير يا أول. اليوم هو الأربعاء 28 من تشرين الأول لعام 2020. درسنا اليوم في مادة الرياضيات. أريد منكم يا أول فتح كتاب التمارين في مادة الرياضيات. أي كتاب يا ماما؟ كتاب التمارين على صفحة 15. على صفحة 15 يا أمي. ولقد تم شرح البارحة يا ماما ما معنى الترتيب التصاعدي. هو أن نكتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، الأصغر إلى الأكبر، وما معنى ترتيب تنازلي هو كتابة الأعداد من الأكبر إلى الأصغر. ونلاحظ خط الأعداد ها هنا، وأنا لقد ذكرت لكم البارحة أن خط الأعداد دائما يا أول يبدأ من اليسار إلى اليمين، وعندما أرتب الأعداد ترتيبا تصاعديا أبدأ من العدد الأصغر من اليسار وأقفز كل مرة قفزة إلى اليمين. لكن عند الترتيب التنازلي من أين سوف أبدأ؟ بالعكس، من اليمين، من العدد الأكبر سوف أنزل للعدد الأصغر. من وين يا أمي؟ من العدد الأكبر إلى العدد الأصغر، من اليمين إلى اليسار يا أمي. فهمتوا علي يا حبايبي؟ ولدينا هنا تدريبات خط الأعداد. هذه التدريبات أقرأ الأعداد التالية الآتية تصاعديا ثم تنازليا. يعني أنا بدي أبلش، وأنا ذكرت سابقا أنه خط الأعداد ممكن يبلش من أي عدد أنت بدك إياه، ما له بدايات مختلفة. ممكن أبلش فيه من الصفر وأكمل، ممكن أبلش فيه من العدد 7، من العدد 9، 4، 5، 10 وأكمل، فله بدايات مختلفة. ها هنا خط الأعداد لدينا، ها هنا بلش من وين يا ماما؟ من العدد 7. فأعد تصاعدي، يعني 7 سوف أذهب لـ8، من الـ8 للـ9، وهكذا من الـ9 للـ10 لـ11 حتى نصل للعدد 19. هذا عد تصاعدي. ثم عد تنازلي، 19 أذهب إلى وين يا ماما؟ إلى 18، إلى 17، إلى 16. لا يجوز إني أقفز قفزات كبيرة، محدد لي قفزة مرة كل ومرة أعد قفزة واحدة يا أمي حتى أصل العدد 7. انظرها هنا، أكتب العدد المناسب في الفراغ. الأعداد موزعة على خط الأعداد. لاحظ من وين بلش يا قلبي خط الأعداد؟ من العدد 8. أكمل، ماذا يأتي بعد العدد 8؟ 8، 9، 10، 11، وأنت سوف تكمل. بدي أشوف شطارتكم يا ماما كيف في كتابة العدد بشكل صحيح وبالعد بشكل صحيح يا أمي. لاحظ خط الأعداد ها هنا. نعم، إنه من وين منبلش يا يزيد؟ من العدد 12. رواد تجي بتقول ماما بيجي بعد ال 12 13، صحيح. كلير 14، كريم 15، فيصل 16، إبراهيم 17، يوسف 18، وهكذا حتى نصل للعدد 20. انظر إلى التدريب الرابع، أكتب الأعداد الآتية مرتبة. ماذا ترتيب إيش يا قلبي؟ تصاعديا على خط الأعداد. لديك مجموعة من الأعداد مكتوبة، لاحظ لدي 10 والـ15، 12، 9، 13، 8، 14، 11. أنت حافظ الأعداد من 1 بالترتيب من 1 لـ20، كنا نقوم بعدها بالصف. من 1 لـ20 كنا نعدها عدا تصاعديا من 1 لـ20، ومرات كنت أنا أعد أنا وياكو، قدرت أقولكم ننزل نزول يا أول من العدد الأكبر للأصغر، فهذا هو التنازلي. فأريد منكم كتابة هاي الأعداد موجودة عندك، أنت من وين بدك تبلش؟ ما أصغر العدد لديك ها هنا؟ نعم، إنه العدد 8، فأكتب العدد 8 ها هنا وأكمل بالترتيب
من الأعداد التي أمامك، ما وأقوم بحذف العدد اللي كتبته عشان عينك ما ترجع تنظر إلي يا أمي. كتبت العدد 8 أكتبه هنا. ثم ماذا؟ ما العدد الذي يلي العدد 8؟ نعم نعم ممتاز يا فيصل، لأنه العدد 8 أكتب العدد 8 ها هنا وأرجع. ماما عفوا يا أول، إنه العدد 9 أنا قرأت حكي 8. أيوة هذا مجود الشاطر نبهنا وقال لنا يا مس كتبتي أنت حكيتي 8 وهو المفروض يكون 9. ممتاز لأنكم منتبهين إلي أول. ثم ماذا أعمل؟ ثم ماذا أعمل يا أمي؟ شو رأيك يا شباب يا حلوين؟ زوزو بقول لي مس بيجي بعد العدد 9 ماذا يا أول؟ نعم إنه العدد 10 ونكتبها هنا وأقوم بحذف، وهكذا العمل مع باقي الأعداد يا أول. اكتبوها لدى حل الواجب يا ماما وأرسلوه إلي عبر منظومة يا أمي من مكان اسمك يا حبيبي، وشكرا لكم.